السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليدكم بواحد الوصفه نعتبرها تدبيره ماشي وصفه، لانه هذا الشوفلور مقلي هايل، بلا ما تغليه بلا ما تفوريه هكذاك خضر ديريكت، نديروا له الخلطه نتاعو ونقلوه يجي تحفه. ما تدلكش كامل ريحه تاع الشوفلور في الدار. كاين الناس اللي ما يحملوش ريحته وما يشروش على جال ريحته، لكن بنته هايله. يلا ما عليك غير تتبعي باش تجربيها وتكتشفي الطريقه. اول حاجه نبدا بها عندي هنايا الشوفلور، ها هو معنا ماشي مغلي وماشي مفور، خضر. شوفوا معنا يعني ها هو خضر يابس. نغسلو برك، درتو هكذا بوكيات كيما حبيتي، صغار متوسطين، بوكيات غسلتو خليتو على جهه. دوك نوجدو الخليط، راح ندير فيه زوج بيضات كاملين. هاد الوصفه هايله، ونقصوا على روحنا التعب نتاع انك تغلي الشوفلور. كاين بزاف ناس ما يحبوش يديروه بلاس انه يغلوه، تجيهم هذيك الريحه وما يحملوهاش. هذه رايحه تساعدكم. واش راح نزيد عليه؟ راح نزيد عليهم نص كاس نتاع الحليب، دوك على حسب الكميه نتاع الشوفلور اللي درتيه. راح نزيد عليهم، نخلط هاد البيض والحليب، ندير عليهم التوابل اللي هما فلفل الكحل، ندير عليهم شويه نتاع العكري الاحمر الحلو، اللي يحب الحار يدير الحار. عندي هنايا مغرفه صغيره، نص مغرفه صغيره نتاع خميره الحلوه، نخلطهم هكذا مع بعض بلا ما ننساو الملح. نديروا الملح هنا باش نملحوا الشوفلور تاعنا، نديروا حسابنا للشوفلور. ندير كميه نتاع الملح، نخلط كل شيء، ونضيف عليهم الفرينه هكذاك واحد زوج مغارف ثلاثه. اذا ندير ثلاثه في الاول ونشوف، يعني من باتا بيني اللي نقلو فيها، اللي ما فنديروها للشوفلور كي نغلوه. برك حنا ماناش راحين نغلوه وما نفوروهش ونقلوه مباشره. اذا نخلط مليح حتى نشوف هذيك الفرينه اندمجت مع كامل المقادير اللي عندنا. هنا نشوف الخليط، حسيتو شويه جاري، نضيف له مغرفه واحده اخرى تاع فرينه. انت تتحكمي في القوام، يكون شويه ما هو ثقيل ما هو خفيف، حنا المهم يحكم منا على الشوفلور نتاعنا. اذا ها هو القوام كيفاش يكون. مال هنا واش ندير؟ شوفوا الشوفلور مش طايبه، على بالي في الاول راح تجيكم شويه غريبه، لكن تسيوه متاكده انه راح يعجبكم. اذا نحكم كامل هذوك الريسان، على هذا ديروا طبسي شويه مفتوح، وندير رمدهم كامل هكذا في هذيك الخليط اللي درناه، وهكذا ونخليه على جهه على الاقل واحد 10 دقائق قسم يتشرب لنا فقط، ونبداو نقلو مباشره. اذا ها هو معنا رمدته كامل، دوك نخليه مده 10 دقائق قسم يتشرب ونقليه. بعد انا سخنت الزيت باش نبدا نقلي هذاك الشوفلور، ونحط البوكيات في الزيت باش يتقلاو لنا. النار ما تكونش قويه بزاف، تكون نار متوسطه هكذا باش نعطولو الحق تاعو، يعني باش يطيب لنا. اذا ونعمر المقله، نعاود كامل نرمدهم. تعاودي ترمديهم في هذيك الخلطه بيدك عادي وتحطيهم، بما انه ماشي طايب يعني ما راحش يعذبك كي تكوني ديريلو في التغليفه هذه. اذا نعمر المقله، من الأحسن أننا نغطوه ونخلوه يتقلى نار متوسطة. من بعد نقلبو الجهة الثانية، بعد ما تحمر لي نقلبو. نعاود لكم النار لازم تكون متوسطة، ما تكونش قوية بزاف هكذا باش يطيب لنا، وراح يطيب يعني ما تخافوش منه. إذا نقلبو الجهة الثانية باش يتحمر، ونعاود نغطيه هكذا بهذيك السخانة هي اللي رايحة طيبو لنا. من بعد نشوف الى تحمروا لي من الجهه الثانيه، راهم تحمروا، اعطولهم وقتهم كما سبق وذكرته، راح يدوا لكم هكذاك واحد 10 دقائق باش يطيبوا من الجهتين. اذا نصفيهم الزيت ونشوفوا كيفاش طابوا، الله الله محمرين. اذا نكمل نقلي الكميه اللي بقات لي ونرجع لكم.
الوصفه تاع النهار اليوم هي معنا واجده. شوفوا كيفاش طاب وتحمر، الله الله عليه، جا هايل هايل. فقط هنا لي بوكي تاع الشوفلور ما يكونوش كبار بزاف، تقدري ديريهم صغار كيما هادو، تاني يجوا هايلين، يجوا بزاف بنان كيما درتهم انا هكذا، يعني في المتوسط. اذا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا انه فعلا الشوفلور يطيب. اذا بسم الله، شوفوا طري طايب تحفه، ونقصوا لارواحنا هذاك العناء تاع تغليه، وخطرات لازم تسنايه نخافوا نغلوه بزاف ويطيح لنا، ولا طاح لك ما تقدريش تقليه بوكيات وتكوني مضطره انك ديري خبيزات. يلا واش رايكم في الفكره تاع نهار اليوم؟ جربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.